بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كل سنه وانتم طيبين وتعيشوا لكل دوره واخباركم مفرحه. واعتذر عن التاخير كالعاده. اخر محاضره عندنا مسمينها العلاقات، والعلاقات مقصود بيها كل علاقات الخادم بالدوائر اللي حواليه. وحاولوا تتخيلوها على انه علاقة الخادم بنفسه دي اضيق دايرة، علاقة الخادم بأهل بيته دايرة اوسع، علاقة الخادم بالخدام اللي بيخدم معاهم دايرة تالتة، علاقة الخادم بالكنيسة، كنيسته المحلية او الكنيسة ككل، الكنيسة القبطية، علاقة الخادم بالمجتمع. أنا قلت كم دايرة؟ خمسة. أقولهم تاني بالراحة. علاقة الخادم بنفسه، علاقة الخادم بأهل بيته، علاقة الخادم بالخدام الملازمين يعني لي دايرة بتاعته، علاقة الخادم بالكنيسة، ودي اخليها دايره واحده عشان ما تتلخبطوش، كنيسه ماري مرقس مثلا او الكنيسه القبطيه، وبعدين علاقه الخادم بالمجتمع. الخمس دوائر دول عشان الخادم ينطلق في خدمته لازم الدوائر دي تكون ثابته وهاديه مستقره. لانه مثلا اديكم مثل، لو خادم مش مصالح نفسه تلاقوه مش عارف يخدم، لو خادم في شكل في بيته تلاقوه مش عارف يخدم، لو خادم مش متفاهم مع زمايله تلاقوه مش عارف يخدم، لو خادم مش شبعان بالكنيسة مش حاسس بيها مش عايش فيها كفاية، وهكذا. لو خادم مش مصالح المجتمع مش عارف يتعامل في الدنيا، كل ده يأثر جدا على الخادم وعطائه. مثلنا الأعلى دايما هو ربنا يسوع له المجد، لأن ربنا يسوع عاش في الدنيا عشان ما يبقاش في قضية سلوكية صعبة. أي سلوك بنرجعه للمسيح بنشوف المسيح عمل إيه. لكن عشان ألخص أقول العلاقات الخمسة دول ليهم مظلة واحدة اسمها إيه؟ المحبة. المحبة هي أساس العلاقات المسيحية كلها. أرجعهم تاني، معنى كده الواحد لازم يحب نفسه، وهنشوفها ازاي دي عشان الكلمة دي بتخض، ولازم يحب أهل بيته، وهنشوفها ازاي بالشكل المسيحي مش بالشكل التلقائي، ولازم يحب الخدام اللي بيشتغل معاهم، ولازم يحب كنيسته، ولازم يحب المجتمع والعالم كله. بداية كده تلاحظوا إن الكلمة تبدو سهلة، يعني لما أقول حب نفسك تبدو الكلمة سهلة. لا، هي الكلمة مش سهلة ولا حاجة. أولا ليها شاهد كتابي، لما ربنا يسوع بيقول تحب قريبك كنفسك، معنى كده أن المسيح له المجد. مش شايف أن حب النفس حاجة غلط، لأنه بيقول حب قريبك زي ما بتحب نفسك، أو أنها حاجة طبيعية. يعني المطلوب هو يمكن اللي أكتر من الطبيعي، أنك تحب قريبك زي ما بتحب نفسك، بس الطبيعي انك بتحب نفسك. بولس يقولها في افسس 5، مفيش حد فينا يبغض جسده قط بل يقوت ويربيه. يعني ايه؟ طبيعي انك لما بتبقى جعان بتقوم تاكل، ما تبقى عيان بتدخل السرير ترتاح. فانت هنا بتحب نفسك حب تلقائي طبيعي. في ناس مش بتحب نفسها، تصوروا، في ناس مش بتحب نفسها، أو بتعبير آخر مش مصالحة نفسها. يعني في ظاهرة دلوقتي إحساس ذنب مزعج يكون خانق الإنسان، مدمر حياته، مدمر سلامه، عنده اكتئاب، عنده تذمر، عنده غضب داخلي على نفسه، يبقى هنا مش عارف يحب نفسه. لأنه لو حب نفسه هيبقى عنده سلام، لما يتأكد أن المسيح له المجد مسامحه هيبقى فرحان. لكن تلاحظ ان في ناس كتير في الزمن ده من كتر الضغوط ومن كتر الاحباطات
ومن كتر النقد بيتكون عندهم إحساس مزيف بالذنب مبالغ فيه، فتلاقي الأم عايشة طول عمرها كارهة نفسها لأنها ما نجحتش في تربية عيال، أو هي شايفة كده. تلاقي شاب مش مسامح نفسه لأنه أبوه مات وهو ما كان متخانق معاه، تلاقي خادم بيخدم وهو مش مصالح نفسه لأنه كان عنده حالة وسابت الكنيسة وضاعت وخلاص هو الذنب خنقه. الحقيقة لو الواحد من دول معرفش يصالح نفسه يحب نفسه مش هيعرف يعيش، مش هيعرف يخدم، مش هيبقى إنسان سوي، مش هيعرف يريح لأنه هو مش مرتاح. يبقى واضح أنه في حاجة اسمها حب النفس الصحي، ده غير الأنانية خالص، لأنه في آية تانية تقول بقى عكس كده، تقول إيه من يحب نفسه يهلكها، دي هنا مقصود بيها حاجة تانية. واحد بيعشق نفسه بيمجد نفسه بيدوس على الناس كلها عشان يفضل رأسه فوق، لا ده موضوع تاني. ده اللي بيحب نفسه بدرجة متطرفة هنا بيهلك نفسه بيأذي نفسه. إنما كونك تقبل نفسك وتحبها بطريقة طبيعية دي مقدمة عشان تقبل الآخر وتحبه بطريقة طبيعية. أنا طبعا بحاول أختصر لأن الخمس نقط دول أو الخمس دوائر كل دائرة تاخد ساعتين ثلاثة شرح، فإحنا إيه بما أننا آخر مرة لازم نخلص، لكن على الأقل بنقول الخطوط العريضة بتاعة الموضوع. يعني إيه تحب نفسك صح؟ يعني ببساطة تواجه نفسك صح، تعبر عن نفسك صح، تسامح نفسك. ثلاث كلمات: تواجه نفسك، تعبر عن نفسك، تسامح نفسك. أقولها تاني: تواجه نفسك يعني إيه؟ ساعات واحد يبقى عصبي ويبقى متضايق ويبقى مكتوم وهو مش عارف ليه، يقول لك أنا مالل، أنا زهقان، أنا كئيب، أنا قرفان من العيشة. كل حاجة عنده طبيعية، مع زوجة طيبة، مع عيال حلوين، ناجح في شغله، ألا إيه سبب يعني اللي أنت فيه ده؟ ويكون تراكم قديم. زي ما بقول لكم هو مش مواجه نفسه، مش فاهم نفسه. ده لما بيقعد مع نفسه أو الأفضل يقعد مع حد يطلع اللي جواه، مرشد روحي أو أب اعتراف أو حتى صديق روحي، ويقعد يقلب في اللي جواه كده. سوري في التشبيه اللي هقوله، زي واحد معدته مقلوبة مش هيرتاح غير لما إيه يرجع. ساعات تبقى كده، مجرد رجع كل البلاوي القديمة والجديدة، وده سر الاعتراف طبعا جماله، لكن في بلاوي بتبقى أقصد إيه مش خطايا، مثلا اتهان في طفولته إهانات شديدة قوي وما كانش بيعبر، فكاتم جواه غيظ من والديه، غيظ فظيع ومش راضي يرتاح طول ما الغيظ ده جواه، مش قادر لأن جواه خناقة لازم أحبهم وبصراحة أنا زعلان منهم ومش عارف أقول لهم، أو قلت لهم ما فرقش، أو ما حدش سمعني، أو مشي ومش لاقيهم دلوقتي، كل ده لخبطة جوه. فأول حاجة الواحد يواجه نفسه، ويواجه نفسه كمان فيها يا جماعة اعرف نفسك يعني إيه، وماله لما تعرف إنك فيك عيوب، بس اعرف كمان إنك فيك ميزات. في ناس بدافع التواضع ما بترضاش تشوف أي حاجة عدلة في نفسها، ومين قال إن دي حاجة صح؟ مش حاجة صح إنك ما تشوفش في نفسك حاجة عدلة، أمال ربنا خلقك إزاي؟ يبقى ربنا ما بيعملش حاجة صح. شوف الوحش شوف الحلو، وماله لما تعرف إنك فيك العيب الفلاني وفيك الميزة الفلانية. لما تحطها كده بشكل صحي تقدر تدخل على الكلمة التانية: تعبر عن نفسك. تعبر عن نفسك صح، لأن اللي مواجه نفسه اللي فاهم نفسه بيبتدي يعبر عن نفسه. لما يكون متضايق بيقول أنا متضايق، لما يكون فرحان بيقول أنا فرحان. على فكرة أكتر واحد صحي الطفل، الطفل بس الطفل السوي يعني لسه ما الدنيا معاك ما لخبطتوش ما عقدتوش. إنما تلاقي الطفل يجي يقول لك أنا زعلان، كبير ما رضاش يقول أنا زعلان، يقعد يحسبها 100 مرة. ولما يبقى فرحان يقول لك أنا فرحان، تسأله فرحان بإيه يقول على طول فرحان عشان سقفولي. أنت كبير دلوقتي هنسقف لكم، هينفع حد فيك أقول له أنت فرحان ليه يقول عشان سقفولي؟
طبعا ما ينفعش يقول كده، ما يصحش. صحش ليه؟ ما تقول انا فرحان عشان سقفولي. فيها ايه يعني؟ فيها ايه؟ وفي حد فيكم ما يحبش حد يسقف له؟ حاجه طبيعيه. فهو الصدق مع النفس ده هو ده المصالحه اللي احنا بنقول. اعرف نفسك، عبر عن نفسك، عبر عن نفسك. متضايق قول، وده اللي قاله ربنا يسوع لما قال ان اخطا اليك اخوك اعمل ايه؟ اذهب وعاتبه. عاتبه يعني ايه؟ عبر. مش انت متضايق من اخوك وهو غلط في حقك، ما تروح تقول له انا زعلان. وبعدين بقى ايه؟ شوف بقى لو اخوك متفاهم خلصت، مش متفاهم هنشوف حد وهنشوف حد. ثالث نقطة هنا، اعرف نفسك، عبر عن نفسك، اقبل نفسك او صالح نفسك او سامح نفسك. احطهم تعبير واحد ساعات يفصلوا. يعني ايه؟ ما تقعدش طول عمرك تقول انا غلطت الغلطة الفلانية. لا، مش انت تبت وقلت له يا رب سامحني واعترفت وتشالت، هنقعد نعيد ونزيد فيها طول العمر؟ خلاص، لانك لو ما قبلتش نفسك وصالحت نفسك مش هتعرف تعيش، مش هتعرف تعيش، مش هتعرف تخدم، مش هتعرف تنطلق في حب الناس. ربنا سامحك، افرح بالغفران وسامح نفسك. وده احد صور تذكار الشر الملبس الموت، ان الواحد يبقى قاعد كده في امان الله ويفتكر انا عملت وسويت طب ما قلنا الكلام ده بدل المره مرات، ما خلصناه. ايه قيمه انك تقلبه في دماغك تاني؟ يوجع قلبك بدون داعي ليه؟ مين قال ان دي تواضع؟ كونك فاكر انك خاطي، خطيتي امامي كل حين، ده مش معناه تقعد تدخل في تفاصيل الخطيه، لا، دي غير دي خالص. كونك تفضل طول العمر عارف انك ضعيف كانسان، دي نقره. وكونك قاعد تفعص في روحك طول العمر ده مرض، دي حاجه مش صحيه ابدا. ده ببساطه حكايه العلاقه بالنفس. والعلاقه بالنفس تخلي الانسان سوي، لان بتوصل مع بعض الناس انه يحب يهين نفسه، يحب يؤذي نفسه من كتر ما هو متغاظ من نفسه. طبعا ده مش هيعرف يحب، مش هيعرف يحب الناس، لان هو مع نفسه لسه في خناقات مستمر. تاني علاقه، علاقه الخادم ببيته. برضه يا جماعه للاسف في خدام كتير مش عارفين يعيشوا في بيوتهم او مش في سلام مع اهل بيتهم. طبعا دي بتخلي الخادم يعرج، يعني يزك، مش قادر يجري، مش قادر ينطلق، لانه متعطل. هتقول طب ما دايما في اهل البيت في ناس متعبه. طب ما انت خادم، ده انت شغلتك المتعبين بعد كده، ده انت اخترت انك تخدم ناس متعبه او ناس بعيده عن ربنا او ناس صعبه في طبعها. ما هي الخدمه كده، كونها جت عند بيتك هتشكي ليه؟ ما هو المفروض انت كخادم ده هي دي رسالتك طول العمر مع القريب ومع الغريب. فهنا المفروض تنجح في المعادلة دي الصعبة دي، انك انت مع اهل بيتك بتحبهم باقل خسائر. الخسائر دي من ناحيتهم بمعنى ايه؟ يعني مثلا نفاجأ في الزمن ده ان شاب بيخدم يكون ما بيعرفش يكرم والديه ابدا. بصراحة ما ينفعش خادم، ما ينفعش خادم. ما في وصية مهمة انت كسرها، لازم تكرموا الكبار. هيقولوا اصل تعبوني واصل، يبقى انت ما سامحتهمش. ما تسامحهم الاول، سامحهم وبعدين اكرمهم وتعامل معهم باحترام وود وكل حاجة. لكن هنقعد فاكرين لهم الاخطاء وما جاي تخدم ازاي؟ ده انت لا مسامح ولا مصالح نفسك ولا مصالح اهلك. ده الموضوع ما ينفعش تخدم بصراحة. او واحد يكون متجوز وعنده عيال ودايس عليهم بانطلاقه في الشغل او في الخدمة، برضو غلط. إذا ما كنتش حبيت مراتك وعيالك وشبعوا بيك، طب أنت راح تشبع اللي بره؟ طب بقى أي دافع بقى عشان يسقفوا لك بره؟ أصل في البيت مش هيسقف. يبقى هنا في حاجة متطرفة، ما خلي أهل بيتك يشبعوا بيك وبشكل معتدل. ليه؟ ما هو ممكن يقولوا لي، تيجي خادمة تقول أنا زوجة وأم مش هنفع أخدم خالص. بصراحة لا، ممكن لو ما كنتيش بتشتغلي بالذات لا تقدري تعملي توازن. لما تطلعي ساعتين ثلاثة في الخدمة للأسبوع كله، هل ممكن طبعا، وتفضلي زوجة أمينة وأم أمينة وكل حاجة.
لو بتشتغلي الحكاية أصعب، يجوز تستني لما أولادك يكبروا شوية يبقى عندك وقت تدي أكتر. فكل واحدة بظروف، لكن لازم، أنا أفرح جدا لما الخادمة تقول لي أنا مش هقدر أجي عشان جوزي أجازة اليوم. طب ومال؟ طبعا معاها حق، أو أولادي عندهم امتحانات ولو نزلت بيتشد أعصابهم. طبعا مسؤوليتك قبل الخدمة. هنا الحب الطبيعي، الدايرة دي قبل الدايرة اللي بعدها واللي بعدها، خلي بالكم. فلو ما الدايرة دي مش مستقرة يبقى في حاجة غلط. لكن أدوس على أهل بيتي بحجة إن ورايا خدمة، فهو مين قال؟ دي خدمة تطوعية، إنما الخدمة اللي في البيت دي إلزامية مش تطوعية، ده حق ربنا عليك وعليك. فهنا الحب اللي في البيت، وأنا شايف أغلبكم سيدات، الأم أو الزوجة هي أساس الدفء والحب في أي أسرة أكتر من الراجل. دي طبيعة المرأة كده، أنها أساس الدفء في البيت. فلو هي مش مصالحة نفسها ما تعرفش تدي، ولو هي مشغولة بالدنيا بره زيادة ما تعرفش تدي. إنما لو هي مريحة لجوزها، لأولادها، لوالدتها، لإخواتها، الخدمة اللي هتعملها حتى لو نص ساعة بعد كده هيبقى فيها بركة، وهتبقى تلقائية جدا، وهتبقى مريحة جدا، ومفيدة جدا، ومؤثرة جدا. إنما لو الدايرة الأولانية دي مهزوزة في حاجة غلط. وبعدين احنا عندنا النهاردة ظاهرة ان في ناس كتيرة معثرة من الخدام اكترها من الدايرة دي. يعني بنت تيجي تقول لي انا بصراحة ببقى نفسي بابا يعاملنا زي ما بيعامل الناس في الكنيسة. شوفوا الكلمة، انما وشه في الكنيسة منور ومبتسم، في البيت عمري ما شفته مبتسم. حد هتتعقد من الكنيسة بعد شوية؟ والزوجة تقول أنا ما بروحش كنايس، أصل جوزي خادم. الله، جوزك خادم يبقى بالأولى تبقي بتروحي كنايس. يقول لك لا، تعقدت من الأشكال دي. الله، بقت أشكال ليه؟ مع جوزها الخادم مطلع عينيها، فبدل ما تحب الكنيسة والخدمة بتكره. ليه؟ لأنه هنا في نشاز، في حاجة مش طبيعية. إزاي يكون بيخدم؟ يعني بيطلع حاجة من جواه للبعيد، والقريب مش شبعان. وخلي بالكم الوصية كانت قالت تحب قريبك، ففي قرابات طبيعية وفي قرابات تطوعية. يعني في الآخر السامري ده علمنا أن كل إنسان قريبك، بس بالأولى قريبك بجد، مش كده الآية بنصها؟ تحب قريبك. قريبك ده أخوك وابنك وصديقك وخالك وعمك. هنا يدخل كمان عنصر المجاملة في العلاقات الداخلية داخل البيت. المجاملة دي من أول كلمة التشجيع، الكلمة الحلوة، تقولي لجوزك كتر خيرك وسلم إيدك وربنا يخليك، وتقولي لأولادك شاطر وبرافو، وتروح تجامل التعبان وتجامل الفرحان وتقف معاهم في الحاجات دي. دي حاجة أساسية جدا. واحدة تغيب عن خدمتها عشان كان فرح ابن أختها وبتاع، طبعا طبعا تغيب، لازم تقف مع أختها ولازم تفرح معاها ولازم تجاملها. ولو ما عملتش كده يبقى المنظر نشاز، لأنها كنا سبت العيلة في لحظة زي كده تبقى بتعمل حاجة مش طبيعية. يبقى بقية العيلة كلها تعبت من الخدمة وسنين الخدمة، يعني بقت الحكاية بقى مش مظبوط. طبعا يدخل في البند ده حتة المسؤولية يا جماعة. اللي بيحب حد أكتر حاجة شغلة إيه؟ يوصله السماء. يعني أنت بتحب نفسك، لو بتحبها صح عاوز تعمل فيها أي حاجة بس توصل السماء، تشد عليها، تطبطب عليها، المهم توصل السماء. بتحب ولادك، أكتر حاجة شغلاك يوصلوا السماء. تحب والديك، إخواتك، شغلاك القضية. فممكن تتنازل في حاجات كتير بس الحتة دي شغلاك. في إحساس بالمسؤولية، الأم حاسة أنها مسؤولة عن ولادها روحيا. الصحة والمذاكرة والرياضة والكلام ده يجي نمر عشر، لما المسؤولية الروحية دي اللي هتتسأل قدام ربنا. لأن مهما اجتهدنا في الصحة والمذاكرة والرياضة، دي حاجات كلها يعني بتاعت يومين وتحصيل حاصل، إنما الحياة الروحية مش هتمشي من غير مسؤولية. فإلى أي مدى الخادم عنده إحساس بالمسؤولية عن دايرة بيته من ناحية السماء، الناحية الروحية؟ ده مش معناه نقعد نوعظ في بيوتنا،
كلكم عارفين ان ده مشروع فاشل جدا، ان حد يقعد يقعد اهل بيته ويوعظهم، حتى انا ككاهن صدقوني مش سهله. انما نقعد نقول ايه، تعال نقرا الانجيل سوا، مين فهم الايه دي، ما تحولش الى وعظ. وفي نفس الوقت اهم ما في مسؤوليه البيت الروحيه هو القدوه. ما هنلف وندور وهتفضل دي اهم كلمه. لقوكي بتصلي عيالك هيطلعوا يصلوا، لقوكي التناول عندك ده حاجه ما فيهاش تنازل هيطلع عندهم نفس الروح، لقوكي قلبك مفتوح وبتحب الناس وما تقوليش كلمه على حد هيطلعوا زيك. قعدت بقى توعظي عن الكذب والفضيله والحاجات دي، ما مش باينه عليكي، مش فيش ولا كلمه هتقعد، تضيع وقت الكلام في الحاله دي. اذا القدوه هي اساس العلاقات مع اهل البيت. وشوف التعبير اللي قاله معلمنا بطرس يقول يربحنا بسيره النساء، لان في الوقت في الزمن الاولاني كان ساعات ست تؤمن بالمسيح وجوزها ما امنش، فبولس اوصى انها ما تسيبوش. بدل هم ابتدوا وثنيين، واحده امنت جوزها ما امنش، قال لا لو جوزك مش عاوز يسيبك ما تسيبهوش، مش يمكن تكسبيه. ولقينا بطرس بيقول نفس الراي، يربحنا بسيرة النساء بدون كلام، قال كده. لأن الزوج الوثني لما يلاقي مراته من ساعة ما بقت مسيحية بقت وديعة، بقت مريحة، بقت بتحبه أكتر، بقت بتخدمه أكتر، ده المسيح عمل منها حاجة أهو، كانت قبل كده عنادية وعصبية. فهنا من غير ما هتوعظ مفيش مجال للوعظ في البيت، لكن هتكسبه. زي أم أغسطينوس كان جوزها وثني وابنها طلع زي أبوه، انما الاثنين كسبتهم بسرته. العلاقه الثالثه هي علاقه الخادم بمين؟ بالخدام اللي معاه، الملازمين لي، الدائره بتاعته. يعني بعضكم بيخدم عشوائيات في مجموعه قوامها 20 خادم، اوكي، وبعضكم بيدخل في فرقه او فرقتين، اللي بتخدم في مدارس احد مع خادمه زميله، أو داخل أسرة، أسرة يعني هنا مقصود بيها خدام المرحلة. لو ما نجحتش إن أنا أحب اللي بخدم معاهم، يبقى مش ممكن تكون خادم مؤثر في اللي هتخدمه. وهنا نحط وصية المسيح الواضحة لما قال بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي، لو كان لكم حب بعضكم نحو بعض، ما قالش نحو الناس، كان بيكلم التلاميذ بس. فقال لهم عاوزين تقولوا للناس كلها ان انتوا تلاميذي، يبان عليكم ان انتوا بتوعي، عاوز اشوفكم بتحبوا بعض ازاي. بهذا يعرف الجميع انكم تلاميذي لو كان لكم حب بعضكم نحو بعض. قبل ما تحب خدمتك ومخدوميك حب الخادم زميلك. قبل ما تسال على المخدوم اللي عندك اسال على الخادم زميلك. قبل ما تحترم المخدوم احترم الخادم اللي معاك. والحب هنا يا جماعه مش شويه مشاعر، لا، الحب في كل انواع لغات الحب، يعني في كلام حلو. الخادم زميلك ده انت شايفه حاجه كبيره، فبتقول له كل مره كلمه تشجيع، ربنا يخليك لينا، انت بركتنا في الخدمه دي، انا استفدت من كلمتك، انا فرحان اني بخدم معاك. طبعا الخادم هنا يحس كده بكلام حلو، يبقى عاوز يخدم معاك على طول. في نفس الوقت اكشن، يعني لما الخادم زميلك يتعب تبقى بتسال عليه، تبقى بتخدمه. يعني في خدمه العشوائيات كذا مره خادم او خادمه يتعبوا وبعضهم راح السماء، كنت ببقى فرحان جدا لما الاقي ان مجموعه الخدمه اقرب لي من اخواته واصحابه. صدقوني يعني منين ما اسال الاقي عنده حد من المجموعه بيخدمه. وعند القرايب بقت الصورة مشرقة وجميلة قوي. فعلا الخدام دول عملوا أكتر من اللي احنا عملناه كأهل، وقفوا معاه أكتر ما حد وقف معاه. الصورة دي مثالية. واحد بقى يجي إيه يقول طب بس أنا هسيب الخدمة عشان أقعد معاه، أسيب الخادم اللي معاك أهم من الخدمة كلها، ولو قصرت في حقه يبقى بتقدم رسالة غلط. ازاي يعني يكون تعبان وتروح تدور انت على المخدومين؟ هي شغل؟ الحكاية مش شغل.
المسيح له المجد، كان بيفضي نفسه عشان يقعد مع تلاميذه. ما هو لو حسبها بقى بطريقتنا ما خسرت الوقت اللي قاعدين ياكلوا ويشربوا ويحكوا مع بعض، مش كانت ده للجماهير اللي مستنية معجزات؟ لا مش خسارة طبعا، مش دول الخاصة، مش دول اللي بيشتغلوا معاه، مش دول الدايرة الأولانية، لازم يشبعوا بيه الأول. وعشان كده لما شبعوا بالمسيح طلعوا منطلقين بعد كده. إذا علاقتك بالخدام اللي حواليك علاقة فيها حب صادق بالكلام بالأعمال بالهدايا بالتقدير المستمر بالوقت اللي بتقضيه، برضو من الحاجات اللي تفرق معانا قوي ان الخدام يقضوا وقت مع بعض غير الوقت اللي بيقضوه مع المخدومين. زي حكاية الأغابي دي، تلاقي كل مجموعة تعمل قعدة أغابي يعني محبة، ياكلوا لقمة ويضحكوا ويهيصوا ويعملوا أعياد ميلاد، كويس كويس قوي. وبعض الخدام المسوسين في ضمائرهم يقول لك يعني مش تضييع وقت الكلام، لا مش تضييع وقت، دي حاجة مهمة جدا، لأن لازم علاقتهم ببعض تزيد عشان ده اللي هيبقى دينامو للخدمة بعد كده، ده اللي هيشحنهم. طبعا علاقتك بالخادم زميلك أو الخدام زميلك لازم يشوبها الاتضاع، لازم يبان فيها حتة التواضع. التواضع مع المخدوم سهل بس مع الزميل مش دايما سهل. يعني ايه؟ انت مجرد انك تنزل للغلبان ده وتقعد معاه في بيته تشرب عنده كوباية شاي، ده تواضع تنازل منكم يعني. انما عشان تقدم زميلك على نفسك دي اصعب شوية، مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة دي اصعب. عشان تحس داخليا ان زميلك احسن منك، لا دي اصعب. هيجي في بالك هو مش بيحضر، هو مش بيجي في ميعاده، هو مش عارف ايه، ما انت وقعت في الادانة عشان ما عندكش تواضع. ما يمكن هو شايل الخدمة بصلاته، وممكن تفاجئوا ان خادم او خادمة ملهمش في الكلام خالص والناس بيموتوا فيهم، وانت بتاع الكلام مش فارق مع الناس كتير. ليه؟ لان فعلا الخدمة مش كلام، خدمة قلب. فممكن تبقى وعندنا خادمات كتير الحقيقة ملهمش في الكلام خالص، بعد سنين نقعد نحيلهم ما تقولوا حاجة ما يقولوش، انما نفاجأ ان المخدومين بيحبوهم جدا. ليه؟ اصل الست طيبة بتحبهم، بتحبهم فعلا، فالناس حاسين انها بتحبهم فبيحبوها، مستعدين يسمعوا كلام هي، بس تقول لهم هزعل لو ما رحتوش الكنيسة، لا نروح قوي خلاص، بدل فيها زعل لا نروح. والخادم التاني قاعد يدي نص ساعة محاضرة عن أهمية الكنيسة في حياتنا وهم ناموا منه زي ما بيحصل عادة. يبقى التواضع بين الخدام وبعض دي حاجة مهمة، مقدمين بعضكم بعضا. أوحش حاجة بقى في الخدمة إن لما الواحد يحس إن في ظاهرة تنافس أو غيرة بين الخدام، باظت الخدمة خلاص. لما المسيح لقى التلاميذ بيسألوا بعض مين أحسن واحد فيهم، شدهم شدة تمام وجاب لهم عيل صغير قال لهم ده أحسن واحد فيكم، انتوا بتحسبوها ازاي؟ فالإحساس ده وحش لما الواحد يتحارب بحرب غيرة، يعرف انه بيطلع بره الخط خالص ويعرف ان خدمته مش هتبقى مقبولة ولا مؤثرة، لانه ايه ده غيرة ايه؟ هو احنا بتوع بزنس؟ فين الغيرة؟ ده انا مستاهلش اخدم اساسا. اجمل حاجة يفضل الخادم حاسس ان كل اللي حواليه دول احسن منه، كل اللي بيخدموا معاه دول بركة، ده هو يعني محطوط كده غلط. لو الاحساس ده فضل جواه هيدوم جواه بركات كتير قوي. الدايرة الرابعة، الخادم والكنيسة ككل بقى. برضه عندنا احيانا ظواهر كده مرضية، انه يطلع الخادم يقول انا مالي دي مش خدمتي. يعني ايه مش خدمتك؟ مش انت خادم في الكنيسة؟ هتلاقي حاجة غلط وتقول لا دي مش خدمتي، وانت موظف؟ دي لغة الموظفين دي. انما اي واحد خادم في الكنيسة، يعني انت واقفة في القداس، القداس دي مش خدمتك، وبعدين لقيتي منظر مش حلو، او واحدة ست داخلة مش عارفة تمشي، هتقول انا مالي؟ ولا هتفسح لها وتقعديها مطرحك وتشوفي راحتها؟ هي مش خدمتك، اه بس دي كنيستك،
لو ما عملتيش كده تبقي ما عندكيش روح الخدمة، تبقي خادمة بس من غير روح. لما تحس ان في مشكلة في الكنيسة ككل مش تبع خدمتك وما تصليش للمشكلة، تبقي ما عندكيش انتماء للكنيسة، يبقى في حاجة غلط. كنيسة كنيستنا، ففي مسؤولية عن كل ما يحدث في الكنيسة. وطبعا دي محتاجة تواضع. ليه؟ ان انا محترم دور الشماس، ومحترم دور مدارس الاحد، ومحترم دور خادم الشباب، ومحترم دور الفراش اللي في الكنيسة، لاننا كلنا فريق واحد. انا خدمتي اسمها كذا، انما الخدمات دي كلها بتوصل الناس للسم. لو ما حسيتش بقيمتها، لو ما احترمتهاش، لو ما قدرتهاش زي خدمتي واكتر، يبقى انا بخدم بره الكنيسة، يبقى انا خادم غير كنسي، ما عنديش احساس بالمسؤولية. من هنا تلاحظوا ان احنا بنصلي لابونا البطرك وابائنا الاساقف وابائنا الكهنه والشمامسه. ليه؟ مش كواجب، لان كلنا اعضاء في جسد واحد. فعارفين ان الكنيسه محتاجه سيدنا ومحتاجه الاساقفه والاباء والشمامسه. فالاحساس ده احساس العضويه بيسموه، ان انا عضو في فريق، وفريق كبير قوي، خليني مسؤول عن الفريق كله. مش بقى الفريق الصغير اللي بلعب فيه، الفريق كله يشغلني ويهمني، من أكبر واحد لأصغر واحد. ودي روح جميلة لما تبقى موجودة. هنا كمان يبان مدى ارتباط الخادم بالكنيسة في طقسها. يعني ايه؟ مثلا شهر كياك. طب انا كخادم في الكنيسه القبطيه عارف ايه كياك ده؟ عارف طعمه، بحبه، بستناه، ببقى نفسي اسهر شويه، اسبح شويه في الصوم الكبير، عايش مع الكنيسه، اصلي قداس الظهر، بصوم انقطاعي شويه، بعمل مطنيات لو فيها حيل، بركز في التوبه، موسم العذراء فرحان بامي العذراء ومبسوط بيها وعمال ابص لجمالها واتشفع بيها واتعلم منها. فصوم الرسل حاسس عاوزين نعمل زي الرسل ونجيب العالم كله للمسيح. اذا كل موسم في الكنيسه له انطباعات داخل قلب الخادم. يجوز الشخص اللي بره الخدمه ما عندوش لسه احساس بالمواسم دي كلها، بيجي الكنيسه وخلاص. انما الخادم مستطعم وعايش مع الكنيسه. العيد ده طعمه ايه، والصوم ده طعمه ايه، والموسم ده طعمه ايه، وكل الحاجات دي مسمعه جواه. فبيحب الكنيسه بكل اجواءها، كل مواسمها، وعايش فيها، متفاعل، حتى لو مش حافظ كل حاجه، حتى لو ما بيقدرش يعمل كل حاجه، بس هو موجود ومتفاعل. الخادم والكنيسه كمان قلت احساس المسؤوليه والشركه، الشركه يعني في الطقوس، عنده إحساس بالمسؤولية عن العقيدة الكنسية. في خدام بيخدموا موضوع العقيدة ده ما بيشغلهمش خالص. الا تبقى أنت مش فاهم الحكاية. ده العقيدة دي هي سكة السماء، هي الخريطة اللي هندخل بيها السماء. فيعني إيه تلاقي المخدوم بتاعك ما بيتناولش خالص وتقول معلش؟ معلش إزاي؟ أمال إحنا بعتينك ليه؟ ما إحنا عاوزينه يتناول عشان ندخل السماء. ما بيعترفش خالص. ايوه، طب ما حياته كلها لخبطه، هينضف ازاي غير بالتوبه والاعتراف؟ اذا لما تبقى خادم متبرمج صح، العقيده عندك صح، عندك هدف واضح، رايح للمخدوم عاوز توصل له حاجه، عمال تفرك وراه عشان يحفظ مزمور، عشان يقول صلاه يسوع، ما كل اللي انا بقوله ده عقيده. هو الصلاه بالمزامير ما هو عقيده، صلاه يسوع دي عقيده، الاعتراف والتناول ده عقيده، شفاعة العذراء دي عقيدة. فوانت بتتكلم مش بتقول كلمة عقيدة بس، اللي بتنقله كله كنسي، كله عقيدي. فلو انت خادم مالكش دعوة بالحاجات دي تبقى خادم غلط، تبقى حاجة مش مظبوط، او تبقى مالكش علاقة بالكنيسة. في موضة النهاردة يسموها ايه؟ اللا طائفية. اللا طائفية دي بدعة، مفيش حاجة اسمها كده. ليه؟ اللا طائفية قصده اللا عقيدة، هنحب ربنا بس. انهي ربنا ناس؟ انهي ربنا بقى؟ طب ما يبقى غير المسيحيين كمان بيحبوا ربنا. مش نتفق الاول انهي ربنا اللي بتتكلموا عليه؟ ربنا اللي اداني جسده على المذبح ولا ما ادانيش؟ ربنا اللي قال لي طريق السماء فيه تعب وفي دموع وفي جهاد، ولا الطريق واسع؟ ما نتفق. اذا في اختلافات في العقيده كبيره،
أنا كخادم مسؤول عن عقيدة الكنيسة بتاعتي، مقتنع بيها، مؤمن بيها، ماسك فيها، وبقدمها، وبقدمها بحماس وبإقناع، وشايفها الطريق الوحيد للسماء. فأنا مش بقول الناس التانية غلط، لا، أنا لا يعنيني خطأ حق الناس، أنا مش بدين حد، بس أنا عاوز كل الناس تدخل كنيستي تتمتع باللي أنا فيه، لأني بحب الناس. فمفيش روح عداء خالص، إنما هي الروح إيه؟ روح كرازة. إحنا بنكرز بالمسيح وبالكنيسة، لأن الكنيسة هي عروس المسيح، هي طريق السماء. فما ينفعش نكرز بمسيح مجرد كأنك لغيت الإنجيل. طب لو المسيح مجرد، كان إيه لزوم الإنجيل كله بقى؟ مش الإنجيل ده هو اللي بيكلمني عن الكنيسة، وهو اللي حط لي الكنيسة؟ أخيرا، الخادم والمجتمع، أو الخادم والعالم. إذا كانت العلاقة سوية بنفسك، وسوية بأهل بيتك، وسوية بخدام زمايلك، وسوية بكنيستك كلها، غالبا هتبقى العلاقة سوية بالمجتمع والعالم، هتبقى تحصيل حاصل الدايرة الواسعة بقى. بس أقول شوية مغالطات برضو. خادم في الكنيسة شايفينه منور، وفي شغله الناس مش طايقاه، لازم في حاجة غلط. ده وضع غير مقبول أبدا. الشغل يعني إيه؟ يعني مجتمع، يعني التعامل مع الكلاينتس، العملاء. طب ده العملاء دول لازم يشوفوا المسيح فيك. إذا كنت إنسان مسيحي حلو مع ربنا، حلو مع أهل بيتك، وحلو في كنيستك، لازم تبقى حلو قوي في الدنيا. يروا الناس أعمالكم الصالحة ويمجدوا أباكم. إذا كانت الحكاية ملخبطة، هتبان على طول إنك أنت في المجتمع منظر غير خالص المنظر اللي إحنا بنشوفه. هنا بقى تلاقي إيه التركيبة الغلط. مثلا خادمة عندها وشين، سوري في التعبير، الكنيسة الإشارب والوداعة والدموع، وممكن تشوفها في حفلة لبسها غير لائق وبتشرب. والله إزاي؟ فين عهدك مع المسيح؟ فين وقفتك كخادمة؟ فين شكلك قدام ولادك كمخدومين؟ فين العلاقة مع الخدام اللي شايفينك ملاك من السما؟ إيه المنظر ده؟ لا، في حاجة غلط طبعا، العلاقة دي غير سوية. إزاي تبقي في المجتمع بشكل، في الكنيسة بشكل؟ صحيح إحنا بنقول كل حاجة ليها لزوم، مثلا يعني حدود طبيعية، يعني قاعدة في مطعم بتاكلي مش هتلبسي الإشارب، يعني مش دي القضية، مش بنقول كده. إنما أنهي مكان بتروحيه، وأي كلام بتقوليه، وإيه علاقتك بغير المسيحيين، وإيه شكلك وإنت نازلة في العمارة بتاعتك وطالعة، وإيه وإنت سايقة عربيتك، بتسلكي إزاي في المجتمع، وكل ده علاقة الخادم بالمجتمع. العلاقة السوية برضو شعارها المحب. إنت بتحبي البواب والفراش والعامل والموظف اللي عندك حب نقي مسيحي، بتحبي الناس غير المسيحيين، بتحبيهم، تدعي لهم عشان ربنا يدخل قلبهم وبيوتهم، وكل الناس واخدة بركتك وبتتكلم عنك وبتشهد لك كإنسانة مسيحية، القريب والغريب، لأن المجتمع شايف فيكي حاجة مختلفة، الحشمة والوداعة والتواضع واللسان الحلو والأدب والاحترام والمجاملة والخدمة كده تبقي خادمة مظبوطة، لأن وجودك في المجتمع وجود مؤثر. مش هتقفي توعظي في المجتمع، مش خدمتك، مش رسالتك إن أنت تدخلي في حوارات لاهوتية في السوق وفي الشارع، لا، مش بتاعتك. بس رسالتك تبقي إنسانة مسيحية جوه وبره البيت، جوه وبره الكنيسة. ولو ما كنتيش كده تبقي تراجعي كلمة خادم تاني. ما هو خادم دي يعني في عهد بينه وبين المسيح، بقى تبع المسيح بيخدمه. طب هي الكلمة دي يعني زي ما ليها بركات مهولة، ليها مسؤوليات والتزامات. لما يكون المسيح بيحضر مكان لكل خادم جنبه في السماء، طب دي ما تستاهلش مننا شوية حدود نعملها لنفسنا واحنا عايشين في الدنيا؟ تستاهل ونص. هلبس ايه واقول ايه واتصرف ازاي واتعامل مع مين وادخل فين واروح فين، كل ده طبعا يتحسب ما يليق وما لا يليق، وإلا ما ينفعش أكون خادم. الجزئية الأخيرة بقى، أنا مسؤول مش على خدمتي بس، ولا على كنيستي بس،
أنا مسؤول عن العالم كله، أنا مسؤول عن المجتمع كله. وهنا الخادم بيتبنى قضايا المجتمع. يعني إيه؟ يعني لو حد فيكم غاوي يقرأ جرايد، لما بتلاقي مشكلة في مصر، ويعني لما تتحط في الصلاة، لما تسمعي عن زلزال في بلد وانت كأم حاسة ان في أمهات فقدوا عيالها في الزلزال أو عيالة يتمت، وماله لما تقف تصلي من أجل الناس دول؟ لما تحس ان في مآسي في مناطق تانية أو بلاد تانية، القلب المسيحي الحلو هيتعاطف، هيتحرك، هيبقى نفسه يوصل لكل حتة ويمد ايده ويساعد. هنا تحسوا بقى ان الخادم الحقيقي واسع، بقى واسع من جواه خالص زي قلب المسيح. كل المشاكل ممكن تبقى جواه، بيشيل هم الدنيا كلها، ومش عشان يفطس تحت الهموم، لا، ده هو المسيح هو اللي بيشيل جواه. فهنا الخادم الحقيقي مسؤول عن المجتمع. وعشان كده تلاحظوا ان احنا في العشوائيات ما عندناش ادنى مشكلة ان الخير او التنمية توصل لغير المسيحيين، احنا نتمنى، وحتى صدقوني مش لغرض بس يبقوا مسيحيين، لا مش لازم، مش ده محتاج، مش ده فقير، طب وماله لما ياكل، وماله لما يشتغل، وماله لما يتعلم، دي مسؤوليتي، مش بحبه كإنسان. طبعا الأجمل والأحلى أني في الآخر أوصله للمسيح، مش هقدر أنكر، لكن أنا مطالب بحبه وبالرحمة عليه أيا كان، لأنه ده إنسان. الموضوع ده يا ريت يشغلنا، ان احنا نراجع علاقتنا مع بعض، علاقتي مع نفسي، علاقتي مع اهل بيتي، علاقتي مع الخدام، علاقتي مع الكنيسة ككل، علاقتي بالمجتمع والدنيا كلها. هيفضل مثلنا الاعلى ربنا يسوع له المجد في كل القداسة والصلاح والبر والحب. فبقدر الامكان الواحد يبقى المعايير واضحة قدامه. وممكن اللي انا قلته ده على فكرة يبقى ايه درس كتاب طويل قوي. كل الوصايا اللي في الكتاب أو كل الكتاب المقدس تصنفوه على ركن من الخمس، بلاش أقول خمس أركان، على دايرة من الدوائر الخمس. لو فكرتوا فيها صحيح تلاقوها كده. قول لي أي آية كده أقول لك ممكن تدخل في أنهي دايرة. علاقتك مع نفسك، كل آيات التوبة والصلاة، علاقتك مع بيتك، علاقتك مع المجتمع، علاقتك مع الكنيسة. فتلاحظ ان اغلب الكتاب تقدر تدخله في دائرة من خمس دوائر. ومن هنا الحكاية تزداد ايضاحا جواد، تبقى فاهم بالظبط يعني ايه بحب نفسي صح، بحب اخويا صح، بحب الخادم اللي معايا، بحب كنيستي، بحب الدنيا كلها. لإلهنا كل مجد وكرم الأبد، امين. كل سنة وانتم طيبين.